الوضوء له شروط. 小净有条件。الإسلام 归信伊斯兰。والعقل 要理智。والتمييز يعني التفريق بين الأشياء الصغيرة إذا يفرق وضوء صحيح. 要区分能力，小孩如果区分能力，他的小净是有。والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. 心中要有正确的举意。ولا بد أن النية تكون في كل الوضوء، يعني لا يقطع النية وسط الوضوء. 在五度在小净的过程当中，一直保持你的举意，不能中断。ولا بد أن لا يمكن يتوضأ وهو يأكل مثلا لحم إبل أو يتوضأ وهو يبول مثلا. 在洗小净的过程当中，比如吃骆驼肉或者是这个解小便，这都不可以。يعني مثلا الآن إذا بال لابد أن يطهر المكان هذا إما باستعمال المناديل أو باستعمال الماء أو الحجارة، ما يستطيع يتوضأ حتى يطهر المكان. 大小便之后要清洁修体下身。لا يتوضأ بماء نجس. 在大小便之后要清洁你的大小便的地方，要消除所有的污秽。لا يتوضأ بماء مسروق، يسرق ماء حتى يتوضأ. 你的用水都应当是合法的。لابد أن تكون أعضاء الوضوء ليس عليها شيء، يعني ما المرأة تضع أشياء على الأظافر لا يمكن تتوضأ حتى تزيل هذه الأشياء، أو طلاء الجدران على يدي لابد تزيل هذا الطلاء حتى يكون الوضوء صحيح. 身体上沾染的一些污秽啊，或者是这个掩盖你没有办法洗到皮肤的东西，都要清除掉。نعم. أركان الوضوء ستة. 小净的要素有六条。غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق والاستنثار. 洗脸包括漱口橡皮。وغسل اليدين مع المرفقين. 洗手倒肘。ومسح الرأس مسح لا غسل الرأس مع الأذنين. 摸头包括摸耳。وغسل الرجلين مع الكعبين. 洗脚到脚踝包括脚踝。نواقض الوضوء. 坏小净的事项。الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر أي خارج يخرج من القبل أو الدبر ناقض الوضوء. 大小便的地方不管是出什么。باول أو غائط أو ريح. 不管是屎尿屁。أو حيض أو نفاس. 或者是月经或者是产血等等。أو حصى مثلا. 只要出任何东西。نعم. كذلك.زوال العقل إذا زال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو خمر مثلا. 如果是睡着了，或者是头脑不清醒了，或者是这个就是不知道自个儿的意识了，这都是坏小净。لكن النعاس هل هو ناقض أو لا؟ 如果是打盹是怎么办呢？إذا كان يشعر بنفسه جاءه نعاس لكن هو يشعر أنه لم يخرج منه ريح وضوء صحيح وإذا كان لا يشعر بنفسه وضوء باطل. 如果一个人打盹了，感觉自己没有坏小净，那就是有小净。如果感觉自己坏小净，那就是坏小净。كذلك نسأل الله عافية السلامة الردة، لأن الردة لو سب الرب سب النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبطة لكل الأعمال. 如果一个人有叛教的行为，那么他的所有的功修都无效。أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل ناقض الوضوء. 一个人如果吃了骆驼肉，那么他的小净没有了。نعم.